بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نشوفوا الجزء الثاني من مائدة الإفطار. كما شفتوا الجزء الأول غادي نحط الرابط وتشوفوا بالتفصيل شنو درت في الجزء الأول. دابا غادي نكملوا وغادي جاتني الفكرة أنني نرافق القطبان أفغاني تشيكن كباب مع الطماطم او شلاطه ديال البصله ومطيشه. كما كتشوفوا في الصوره كنقطعوا الطماطم طريفات صغيرين. هاد الشلاطه هي شلاطه تقليديه مغربيه، كنت كناكلها في الصغر ديالي بزاف بزيت العود. سو كنقطعوا الطماطم مقدار ديال مطيشه وحده ونص ونص بصله، وعوض البصله العاديه يمكنك ديري البصله الخضاريه. وغادي نزيدو لها القزبور مش مقطع طريفات، وكذلك الملح والابزار وشويه ديال الخل او الحامض وزيت العود. غنخلطهم ونحطهم في الثلاجة حتى نبغيو نحطو او نقدمو مائدة الافطار. بالنسبة للعصير كيختلف على حسب أذواق أفراد العائلة والزوج ديالي والأطفال كيبغوا عصير المانك. وكنقشر المانك ونحيد له العظم، يعني كنقطعو طريفات وكنطحنو غب شوية ديال الحليب وكذلك معلقة ولا معلقة حتى لجوج معلقات ديال العسل الحر. اما بالنسبه لعصير الافوكا، انا خديت الافوكا وكنت ديجا درتها في الفريزر، نقيتها وحيت لها العظم وخزنتها او جمدتها. وغادي ناخذها ونديرها في آلة الكهرباء مع شويه الحليب وكذلك معلقه ديال العسل الحر. والان جا دور القطبان. القطيبات خديت الدجاج اللي ديجا شرملت وحطيتهم في القطبان ورفقتهم كذلك بواحد القطيب ديال الفلفله ومطيشه والبصله. غادي نشويهم حتى هما وكندهنهم مره مره بشويه ديال الزيت البلديه وكنقلبهم حتى تطيبوا وكيتحمروا. كما كتشوفوا راني كنشوي في البالكون. فوالا، وها القطبان تقريبا راهما قربوا يوجدوا وغادي تشوفوا مائدة الإفطار. وكتحتوي على القطبان، شلاضة، البيض والخبز اللبناني وكذلك عصير الأفوكا وعصير المانك والسلو وكذلك واحد الحلوة معسلة. وبالنسبة للسلو راه كاين الوصفة ديالو، نحط الرابط والوصفة ديال القطبان كذلك كاينين. وأما بالنسبة للأفوكا والمانك ما كاينش الفيديو ديالو. وبالنسبه للحسوه ديال الشوفان راكم شفتوا في الفيديو كيفاش جات وكيفاش صابتها. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. رمضان كريم وتصوموا وتعاودوا، ونلقاكم ان شاء الله في حلقه مقبله ومن وصفات امل كيتشن. ثانك يو سو ماتش، باي.